النهارده هنعمل مع بعض التومية السوري على أصولها، هتعجبكم جدا إن شاء الله. يلا بينا نقول المقادير. مقاديرنا هي كوباية مية، كوباية زيت، وبياض بيضتين، معلقة كبيرة ملح ليمون، ومن 6 لـ7 فصوص توم، ممكن أقل ممكن أكتر حسب ما احنا بنحب طعم التوم باين قوي أو لأ، رشة فلفل أبيض، ومعلقتين ونص كبار ملح. ويلا بينا نبتدي الوصفة. أنا كل شغلي هيكون في الخلاط، هحط أول حاجة المية، بعد كده هحط فصوص التوم، وبعدين هحط الملح، الملح العادي وملح الليمون، ادي معلقة، معلقتين ونص، وطبعا الملح ده حسب الذوق يعني، ودي الملح الليمون، اوكي، واحط بياض البيض، ورشة الفلفل الابيض، لو مفيش طبعا ممكن نحط فلفل اسود عادي بس عشان ما يبانش شكله في التومية لان هي بتبقى بيضة. هضرب المكونات دي الاول مع بعض. بعد ما ضربتهم كويس قوي مع بعض هفتح كده دلوقتي، وبعدين هحط النشا. النشا ده دول كوبايتين مية عاملاهم من امبارح، حطيت عليهم كوباية نشا وسويتهم كده على النار، لازم يكون قبلها بيوم. وهبتدي كده احط النشا، هنزل كده وهبتدي اضرب واشوف كده هحتاج نشا تاني ولا ايه. بعد ما ضربت لسه القوام اهو، فهحط بقية النشا، انزل كده واضربهم كويس قوي لغايه لما ينعموا مع بعض. دلوقتي انا نعمته خالص اهو، بصوا كده هوريكم القوام عامل ازاي اهو، وناعم جدا. هبتدي دلوقتي بقى اعمل حاجة مهمة قوي، ان انا احط الزيت، بس انا هحط الزيت بقى ايه، يعني هنزل خيط رفيع، هقفل كده وابتدي انزل وانا شغالة احط الزيت خيط كده رفيع، هحط كده على اول درجة خالص، شغل ودي كده التومية بعد ما خلاص خلصتها. هوريكم كده شكل القوام بتاعها عامل ازاي اهو، بصوا ناعمة وجميلة وقوامها حلو ازاي. ودي كده تبقى خلصت التومية السوري، طعمها يعجبكم جدا ان شاء الله، جربوها وقولي رأيكم في الكومنتات. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.